السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاوفياء لقناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش متابعي الاوفياء. اذا مرحبا في متابعي الاوفياء، كنتمنى انكم تكونوا على ما يرام في هذا البث المباشر. اذا انا مع الحصيله اليوميه متابعينا الاوفياء، اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن اصابه 1642 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بعد ذلك عدد الإصابات إلى 147081 إصابة منذ بداية الوباء بالمملكة المغربية. وأعلن نفس المصدر عن وفاة 37 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7618 حالة وفاة، 18 ضحية من ضحايا كوفيد 19. اما فيما يخص عدد حالات ديال الشفاء فقد اكد المصدر عن شفاء 2036 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بعد ذلك عدد حالات ديال الشفاء الى 418744 حالة ديال الشفاء. اما فيما يخص متابعي الاوفياء، عدد حالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية أكدت سلامتها من عدوى كوفيد 19 فقد بلغ 4,094,295 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة. لنا تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام قواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. لنا ما فيها باس انسان يعمل الكمامه ديالو ودير الاحتياطات اللازمه من اجل الوقايه من فيروس كورونا اللعين، فيروس الذي لا زال يحصد ضحايا. اذا الحصيله كترتفع للاسف الشديد مجددا، والحمد لله ان العدد ارقام عدد حالات ديال الشفاء في انخفاض ملحوظ متابعين الاوفياء، عدد حالات ديال الشفاء في انخفاض عفوا في ارتفاع ملحوظ. إذا فيما يخص إقليم العرائش، في الإقليم تسجلت تقريبا 26 إصابة جديدة فيروس كورونا، 26 إصابة جديدة فيروس كورونا، 26 حالة سجلتها الإقليم أو سجل الإقليم العرائش. إذا ما فيها بس إنسان يعمل الكمامة ديالو ودير الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا اللعين. إذا أمطار الخير الآن تتهطل على مدينة العرائش، نتمنى من الله السلامة للجميع. من قطرات الغيث اكيد متابعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري. اذا كما كتشاهدوا قطرات مطريه، قطرات الغيث تتهطل الان على مدينه العرائش، منهم الله سبحانه وتعالى تكون قطرات الغيث اكيد. إذن فيها باس متابعين الأوفياء، أذكركم بالحصيلة اليومية 1642 إصابة جديدة، 37 حالة وفاة، 2036 حالة شفاء، 26 إصابة جديدة بالإقليم العرائش. إذن الحمد لله قطرات مطرية مهمة في مدينة العرائش كما كتشاهدوا متابعين الأوفياء عبر البث الحي والمباشر مباشرة من ساحة ابن الخطيب المعروفة باتصالات قطرات الغيث. الحمد لله متابعين الأوفياء، نتمناو إذن مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر، كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام متابعين الاوفياء. ما فيها بس انسان يعمل الكمامه ديالو ودير الاحتياطات اللازمه من اجل الوقايه من فيروس كورونا اللعين، الفيروس الذي لا زال يحصد ضحايا. اذن كما كتشاهدوا متابعين الاوفياء، امطار الخير لا زالت تتهاطل الان على مدينه العرائش. تحيه لجميع المتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية. ما فيها باس متابعين الأوفياء أننا نذكركم بالحصيلة 1642 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد،
37 حالة وفاة، 2035 حالة شفاء جديدة، 26 مصابة بإقليم العرائس. إذن تحية لجميع المتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري، كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. كنتمنى المتبعين الأوفياء تكونوا على ما يرام في هذا البث المباشر. إذن كما كتشاهدوا الحمد لله قطرات مطرية مهمة، الحمد لله مدينة العرائس كتشهد مدينة العرائس الآن، الحمد لله قطرات الخير كتشهد الآن مدينة العرائس. اللهم صب النافع عن أكيد المتبعين الأوفياء، والله يبعد لنا هذا الوباء إن شاء الله، ولما لا رجوع الحياة ديالنا الطبيعية أكيد المتبعين الأوفياء، لما لا رجوع الحياة ديالنا الطبيعية. تحية لجميع المتبعين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائس. كنتمنى تكونوا على ما يرام متبعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري. لأن الحمد لله قطرات مطرية مهمة كتشهدها المملكة المغربية بصفة عامة وكذلك مدينة العرائس. شكرا لجميع المتبعين الأوفياء وتحياتي للجميع.